السلام عليكم، رئيسة جمعية النجاح للتربية والتعليم والرياضة والأعمال الاجتماعية أبناء محمد صبر عبد الدم، مشاركة مع المركز الجهوي لمدينة أسمهور. نظرا للضغط الحاد للدم، التنسيق مع مدير المستشفى المحلي والسلطات المحلية على رأس مديرها باش في مدينة أسمهور وأعوان السلطة، كنوجه لهم الشكر التام لهذه المبادرة والدعم ديالهم اللي ساندونا الحملة الثالثة على التوالي. كذلك كنشكر أعوان السلطة وساكنة مدينة أسمهور حتى هما كيوعوا بهذه البادرة وبهذه الحملة ديال التبرع بالدم تحت شعار تبرع بدمك هاد الحياة صغيرة. كنتمنى هاد الساكنة ديال أسمهور أنها تدعمنا وتكون لنا سند باش حنايا نكونو ناخدو الأجر جميعا إن شاء الله وناخدوها بصفة مستمرة. شكرا جزيلا، كنشكر الطاقم الطبي أعضاء الجمعية اللي كيلعبو دور كبير في إنجاح هذا العمل الخيري، ونضرب لكم موعد إن شاء الله في الحملة الرابعة والخامسة إلى آخره. وشكرا جزيلا، كنشكر حتى السي إبراهيم والأخ المبادرة اللي كيجيب حتى هما عندنا وكيتحملوا الشقاء ديال الطريق وهذا. كنشكر الجميع. السلام عليكم، حنا اليوم عملية تبرع الدم وكنصحو الشباب بحالنا كاملين اللي ما عمرو ما جرب يجي يجرب راه عادي وفي الاخر يعرف التفاصيل ديال الدم ديالو عرف الدم ديالو واش معاه حج وحاجه. بالنسبه هذه اول مره غتبرع؟ لا ثاني مره. ثاني مره داكشي كيدوز مزيان يكون يجيو عندكم هنا بلا ما تمشي حتى للمركز ديال الجديده. لا مزيان يجيو هنا يقربوا لينا مزيان يقربوا لنا المسائل. تقدر تقول المشاهد باش كتحس ملي كتبرع بالدم؟ والو ولكن نفسيا راه ضامن كتعطي واحد الحاجه اللي ما كتباع ما كتشاع. واه نقدر كل واحد فور المحتاج ديالك صعب فهمتي. السلام عليكم، اليوم دوز جات جينا نتبرعوا اليوم بالدم هنا في مدينه بازمور مستشفى محلي، وكان من هذا المنبر كنلد نداء للناس ساكنين في بازمور باش يجي يتبرعوا بالدم. كاين استقبال مزيان، كيعرفوا الفرونسيو كل شيء مزيان، كاين اوطور كيستقبلوك. فيما كنسمع هذه العمليه ديال التبرع بالدم كتجي تبرع بالدم عاديه ما كاين حتى شي حاجه، كلشي كيدوز بخير وعلى خير. وباش تتعتق ناس اخرين اللي محتاجين للدم ومحتاجين، كاين ناس مساكين اللي محتاجين للدم باش تعتقهم. هاد الحاجه عطاها لك الله تبرع بها، وما تخاف حتى من شي حاجه، كيعمرو لك بونسيو كلشي كيدوز بخير وعلى خير. من هاد المنبر كنشكر جريدة تزوق تي في اللي كتواكب الحدث ونداء الساكنة مدينة أزمور باش يجيو يتبرعوا بالدم. الأمور بخير وعلى خير كلشي كيدوز مزيان. هذا هو في هذه المبادرة ديال الحملة ديال تحقن الدم لتلبية نداء إنساني، لأن المشكل اللي كاين دابا هو أن الدم مكيتباع مكيتشرى، إوا مكيتصنعش. جينا اليوم باش نتبرعو، كندعيو جميع السكان لهذ المبادرة. الإنسان اللي يتبرع بشوية الدم راه كيعتق روح ديال البشر من الموت. لو كنتمنى هاد المسألة تعمم في جميع الجهات خصوصا في المنطقة ديالنا ديال سيدي علي وأزمهور وشتوكا شي اللي كنتمنى. كنشكر جميع المتدخلين والناس اللي سهروا على هذه المسألة، كما كنشكر الناس ديال الجريدة تما على المبادرة ديالهم في الدعاية لهذ الحملة. شكرا.